السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في الجزء الثاني من تدريبات مخارج الأصوات أو أصوات الحروف، إزاي الطفل أدربه على أصوات معينة يكون هو مش بيقدر ينطقها، وعرفنا إيه هو المحك. عرفنا في الجزء الأول إيه هو المحك أو الفيصل أو المعيار اللي أنا من خلاله بقول إن الطفل ده فعلا عنده مشكلة، إن أنا أولا أعمل للطفل اختبار مخارج أصوات، وهو عبارة عن استمارة زي ما أنا قلت قبل كده، فيها مجموعة من الكلمات فيها كل صوت أو كل حرف في أول الكلمة وفي نص الكلمة وفي آخر الكلمة، وابتدي أعلم على الحاجات اللي الطفل معرفش ينطقها ومواضعها كانت فين، وابتدي خلي الطفل يقول الصوت بالفتح وبالضم وبالكسر وبالسكون. وعرفنا كل ده في المحاضرة الأولى، وبنطابق مجموعة الأصوات اللي الطفل ما عارفش يقولها، مثلا طلع عنده 10 أصوات مش عارف يقولهم، بروح لجدول عندي برضو موجود، الجدول ده منتشر جدا على النت وأخصائيين كتير عاملين نسخ منه أو نماذج منه، بيقول لي الأصوات اللي الطفل ممكن ينطقها في نفس العمر ده. يعني عندي 10 أصوات مثلا، أبص على الجدول الطفل عمره قد إيه، 5 سنوات 7 سنوات، ايه الاصوات اللي ممكن يكون بينطقها، ده هو عنده خلل في الاصوات دي، لا ده الصوت ده لسه بدري عليه، وهكذا. ده المحك بتاعي، خلاص عرفت وتيقنت ان الطفل عنده مشكلة في الصوت ده، هبتدي ادرب عليه. انا هتكلم على اشهر الاصوات اللي بيحصل فيها مشاكل واشهر اللدغات اللي بتحصل والابدالات، عشان انا بتعامل مع ام، فلازم يبقى عندها الفنيات البسيطة اللي تقدر من خلالها تطلع الأصوات دي. يعني مش هقعد أوصف لها مثلا الصوت ده شكل اللسان، شكله على اللسان إزاي، وطريقة خروج الصوت بشكل اللسان، ولا من حيث الرنين والتشكيل. أنا مش بتكلم بشكل علمي، أنا هتكلم بشكل تدريبي، وده اللي يهمني، إن أنا أدرب الأم إزاي تطلع الصوت. بداية تدريبات مخارج الأصوات لازم تكون يومية، عشان كده أنا بقول وبعيد مليون مرة الأم لازم تحضر. أنا في العادي لازم الأم تحضر كل الجلسات، أي جلسة لازم الأم تحضرها وتتعلم طريقة التدريب، لأن الأم هي الأخصائي الأول، وخاصة مخارج الأصوات. مخارج الأصوات دي لازم تتدرب في اليوم 3 مرات، فمش ممكن ولا يعقل إن هيبقى في أخصائي شغال 3 مرات مع الطفل، لكن لازم الام هي اللي تبقى عارفه، علشان هي باستمرار ومعاه في البيت، فهتقدر كم مره، مره الصبح اول ما يصحوا، مره الظهر مثلا او العصر، مره بالليل، تراجع على مخارج الاصوات، فالصوت يتقن بسرعه، لان الصوت تدريب وممارسه، بعلم الطفل المخرج منين ويبتدي يمارس ده. في مدارس، يعني انا شفت مدارس للاطفال الكيجي وفي الصفوف الاوليه بيبقوا دايما بيستعينوا ان يبقى موجود اخصائي تخاطب لتدريب الاطفال اللي عندها مشاكل في الاصوات ولخروج الاصوات اللي الاطفال مش عارفه تتدرب عليها، بيبقى تدريبهم بشكل يومي او اوقات جماعي، يعني اوقات بيجمعوا من الفصول مثلا الاطفال اللي عندها مشكله في الراء، المشكله في السين، وهكذا، يبتدوا يتدربوا بشكل جماعي بحيث ان يبقى حافز لهم على التدريب. دي حاجه جيده، واتمنى انها تعمم في كل المدارس، لانها هتبقى مفيده جدا. طيب نبتدي باول حاجه مشهوره جدا وامهات كتير بتتكلم عنها ومنتشره في اطفال كتير، وهي اللدغه الرائيه. واللدغه الرائيه دي احنا ما بنقدرش نحكم على الطفل انه عنده لدغه الا لما بيعدي عمر معين وهو ال7 سنين، يعني ممكن افضل ادرب الطفل 7 سنين، واوقات والله في اطفال بعد كده. بس انا عايزه اوصل للامهات يعني ايه اصلا لدغه، يعني ايه كلمه لدغه، الطفل ده الدغ في الصوت الفلاني، او الطفل ده مش هيطلع الصوت الفلاني. الاصوات دي احنا بنسمعها بودننا، عشان نقدر نقولها لازم نكون سامعينها، فاحنا عندنا في ودننا حاجه اسمها القوقعه. القوقعه دي سبحان الله بتسمعني كل الاصوات، وبتسمعني الصوت الواحد بكذا شكل، بتسمعه لي هو بالفتح وبالضم وبالكسر وهو ساكن، بتسمعه لي في كل اوضاعه. اوقات ربنا يخلق الطفل عنده مشكله في صوت واحد، يعني هو مش سامعه، كل الاصوات بيسمعها والصوت ده بس مش قادر يسمعه، كل ما يجي نقوله يجيب حاجه قريبه منه، قريبه منه يعني مشتركه مع نفس الصوت ده في نفس المخرج. زي ايه؟ زي الراء، تلاقي طفل يقول لك الراء لام، تلاقيه يقولها ياء، تلاقيه يقولها واو، تلاقيه يقولها غين، ولو ان المنتشر اكتر بيبقى الراء تتقال لام وتتقال ياء، ده اكتر حاجه منتشره. فتلاقي مثلا واحد بتقولي له ايه رجب، يقول لك يجب، او يقولها لجب باللام. فازاي ادرب الطفل على كده؟
وازاي اوصل بقى ان خلاص دي لدغه. قلت لكم لما يعدي سن الطفل 7 سنين، وانا كمان ما بقولش انه مش هينطقها طول عمره، انا عمري ما بجزم على شيء، لان في حاجه ممكن تحصل من عند ربنا كده فجاه، ان الطفل يقول حاجه ما بيتكلمش يتكلم، مش هيطلع الصوت ده يطلعه، دي حاجه بتاعت ربنا. بس احنا في حدود علمنا اللي احنا درسناه، ان الطفل لو عدى 7 سنين، 7 سنين ونص، خلاص مش هيقول الراء، دربنا عليها اكتر من مره، خلاص ممكن يطلع ألدغ فعلا فيها وتعيش معاه مدى الحياه. لكن ما ينفعش اقول على طفل عنده 4 سنين حضرتك للام، حضرتك ابنك ده هيبقى عنده لدغه في الراء. كتير امها تيجي تقول لي صاحبتي قالت لي ده، ماما قالت لي ده هيبقى ألدغ. لا، ده هي بس مش عارف يا حبيبي يتحكم في عضله اللسان تنطق الصوت. واحنا قلنا قبل كده ان الاصوات بتنمو بنمو اعضاء النطق، اعضاء النطق اللي منها اللسان والشفاه والحاجات دي بتشترك في خروج الاصوات. فممكن يكون الطفل مش عارف يحرك شفايفه او لسانه او فمه بالشكل اللي يطلع الصوت صح. طيب انا دلوقتي اكتشفت ان ابني عنده مشكله في الراء، ايا كان المخرج اللي هو بيقولها او بيبدلها معاه، انا عايزه اطلع الراء. عندي طرق تدريب الراء، الطرق اللي في الكتاب او الطرق العلميه اللي هي شكل الراء بتطلع ازاي، وهي اهتزاز وهكذا. انت لو حضرتك جبتي مرايه، واحنا متفقين ان احنا لازم واحنا بندرب الاصوات يكون عندنا مرايه، وحضرتك كأم وقفتي قدام مرايه وقلتي راء راء، هتحسي بايه؟ هتحسي ان اللسان بيهتز بشكل سريع عشان يطلع لك صوت الراء. طيب انا عايزه الطفل يعمل كده، هقدر اقول له خلي لسانك يهتز ازاي؟ بالتريننج او بتمرين او بنشاط او بحاجه. مش هينفع ان انا اقول له اعمل لسانك زي ما انا بعمل، لا، انا ممكن اقول له ايه، تيجي يلا نزلغت سوا، شوف رو 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 رو، يلا نعمل زي بعض، هو يحاول يقلدك. او ان انت تخليه ينزل لسانه على الاسنان اللي تحت وتبتدي تهزيها بايدك او بخافض اللسان لفوق ولتحت، خليه يعرف ان انت بتخليه يطلع لسانه فوق وينزله لتحت ويبتدي يطلع الصوت. وحاول، طيب ما نفعش معايا الاسلوب ده والطريقه دي كانت فيها شويه صعوبه، او ما قدرش الطفل يتحكم انه يعمل يهز لسانه او يعمل له الاهتزاز السريع ده وهو بيطلع الراء. عندي من خلال برضو الممارسه ادرب الطفل على الراء في اخر الكلمه التكراريه. احنا عندنا كلمات فيها راء في الاخر زي كبير، زي عصفور، ماشي، لكن عندي راء تانية تكرارية. تكرارية يعني الراء بتتقال بشكل فيه تكرار وشديد، زي ايه؟ زي تمر، جبر، صبر، حبر، الأصوات اللي فيها تكرار في الآخر. أخلي الطفل يحاول يقولها معايا وأكرر أكتر من مرة، وابتدي أوريه قدام المراية، شوف أنا لساني بيتعمل إزاي، تمر، بص بص بص، واقعد اوري له قدام المرايه، شوف شوف لساني بيتهز ازاي، بيترعش بسرعه بسرعه بسرعه، يلا اعمل زيي، وهكذا. يبقى انا كده خليته يتدرب على صوت الراء. التدريبات بتبقى 3 مرات 4 مرات في اليوم، لو هنقعد كل نص ساعه نتدرب شويه لو الطفل مش هيمل مفيش مشكله. تدريبات الاصوات مهم فيها جدا التكرار لحين ما الطفل يتقنها. طيب دربت الطفل بقى اكتر من مره، دربته وعنده 4 سنين ما طلعش الصوت، استنيت شويه اما عدى سنه ولا سنه ونص ورجعت دربته، مفيش فايده، استنيت لما تم 7 سنين وقعدت ادربه طلع الصوت الحمد لله، ما طلعش، يبقى انا بقول بنسبه 90% الطفل ده ممكن ما ينطقش الراء. طيب من الابدالات المشهوره اللي الامهات برضو بتعاني منها ان الاطفال بيقولوها، ان الطفل يقول الجيم دال، يجي يقول جمل يقول دمل، جوافة دوافة، اي حاجة فيها جيم يقولها دال. طيب ازاي اخلي الطفل يتدرب على ان الجيم تطلع ازاي، او اطلع صوت الجيم ازاي؟ الجيم دي عشان اقولها، لو حضرتك جيتي تبصي لشكل لسانك وانت بتقولي الجيم، نقف قدام المراية كده ونشوف، ج ج ج ج ج ج، اللسان بيترفع لحد سقف الحلق شويه من الوسط، وسط اللسان بيترفع. طيب انا هخلي الطفل يعرف وسط اللسان يترفع لفوق دي ازاي؟ صعبه مش كده؟ ايوه، يبقى انا هدور على نشاط او هدور على تريننج للطفل خارجي يقدر منه يعرف صوت الجيم طالع ازاي. حضرتك لو جيتي على المكان بتاع اللوز بتاع الطفل او بتاع حضرتك كده قدام المرايه، حطي ايدك على اللوز بتاعت حضرتك كده، اضغطي عليها مش قوي يعني، بس اضغطي عليها شوية وقولي ج ج ج، حسيتي بإيه؟ ج ج ج، حسيتي
ان في حاجة بتتحرك هنا. يبقى انا هاخد ايد الولد او الطفل واحطها عند رقبتي انا عند اللوزتين بتوعي وابتدي اقول له جا 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 جا، واخليه يحط ايده هو عند اللوزه بتاعته اللوزتين بتوعه في رقبته ويبتدي يقلد اللي حصل. بالتكرار هتلاقيه ما شاء الله طلعها وعرف. ليه؟ لانه هو هيحاول يحس يقلد الاحساس اللي حسه، عايز يحس نفس اللي انت عملتيه يحسه عنده، فهيبتدي يعمل فيطلع الصوت. تمام؟ طيب